وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن إقامة معارض أهلا رمضان في الفترة من 24 مارس ولحد أول شهر رمضان. المفروض أنه المعروض بيكون ليه أو المعرض بيكون ليه دور سنوي، والحاجات المعروضة بتكون سلع غذائية وخلافه، أسعارها مخفضة بنسبة تصل ل 20% لعدد من السلع. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن انعقاد هذا المعرض، هل هيكون في القاهرة بس ولا في المحافظات كمان؟ معنا على تليفون مهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على مشاهدينا في الكرام. يا اهلا بحضرتك. السنه دي نسبه الخصومات هتصل لكام؟ بقول كل سنه والشعب المصري طيب بمناسبه حقوق حلول شهر رمضان. النهارده زي ما حضرتك اشرت المعرض هيقام من المعرض الرئيسي من 24 لاول ابريل في قاعه المطار. التخفيضات من 20 ل 25% على السلع، وبعد السرعة تكون في زيادات شويه، بس دي انا نقول المعتاد اللي احنا اتفقنا عليه على الاقل في العام، يعني من 20 ل 25%. عظيم. طب كم عدد الشركات يا فندم اللي هتكون مشاركه؟ عدد الشركات المشتركه معانا دلوقتي من 175 شركه عارضه في 195 175 ل 200 شركه عارضه في المعرض الرئيسي. بالنسبه للمعرض الرئيسي ده نموذج كنموذج عام على مستوى الجمهوريه، وده المعرض الرئيسي للجمهوريه تحت رعايه دوله رئيس مجلس الوزراء ووزير معالي وزير التموين والتجاره الداخليه ومعالي وزير معالي وزيره التجاره والصناعه واتحاد الغرف الصناعي التجاريه. المعرض هيبقى ان شاء الله زي ما قلت زي ما اشرت حضرتك من يوم 24 مارس الى اول ابريل، هيكون يتزامن معاه معارض في جميع المحافظات اللي تم التنسيق ما بين معالي وزير التموين والساده المحافظين باقامه المعارض الرئيسيه في جميع المحافظات بجانب معارض فرعيه في المراكز. هيكون عندنا السنه دي ما يقرب من 6000 فرع مشتركين او منفذ مشتركين في معارض اهلا رمضان على النحو التالي. الشركه القابضه للصناعات الغذائيه التابعه لوزاره التموين مشتركه في 1300 مجمع استهلاك على مستوى الجمهوريه، اذا كان في وجه الصعيد او في وجه بحري او في اسكندريه او في القاهره. السلاسل التجاريه العامه مشتركه معانا ب 1250 فرع. المحلات العامه اللي هي الكبيره اللي قدمت على طلبات ان هي تشارك معانا وتعمل تخفيضات اللي احنا قلنا عليها مشتركه معانا، بجانب 500 فرع جمعيتي عشان يكونوا في القرى والنجوع، بجانب 200 قافله متنقله هتتنقل بالمواد الغذائيه الاستراتيجيه المخفضه في جميع النجوع والقرى، بجانب 160 شادر على مستوى الجمهوريه. هيبقى في اسعار متفقين عليها يمكن معالي الوزير كان قاعد اجتماع مع الساده المنتجين والسلاسل والتجار واصحاب المصانع، واتفق قال لازم كلنا نتشارك ونكون ايد واحده من اجل المواطن المصري في شهر رمضان في ظل الظروف الراهنه دي. وان شاء الله هتكون السلع متوفره من زيت وسكر وشاي وسمنه وزيت ودقيق ورز وصلصه والدوابل واللحوم والمكرونه واليميش البلح، كل ده هيكون متوفر. وبس بالناس الساده المواطنين محدش يقلق من اي حاجه، عندنا مخزون استراتيجي امن جدا. عظيم. جدا عندنا اكتفاء ذاتي ونسعى لجميع السلع ان شاء الله، سواء من السكر سواء من الدواجن سواء من الارز. النهارده الزيت عندنا مخزون استراتيجي 6 شهور ونص، السكر عندنا مخزون استراتيجي اكثر من 6 شهور، الرز 8 شهور ونص، الفول العدس كل ده تم دراسته وعارفين استهلاكنا في رمضان قد يزيد 50% عن الشهور الاخرى. وتم الاتفاق وتم وضع المخزون وتم وضع عمل الكراتين فئه 50 و120، والسنه دي هيبقى في كوبونات بدل ما تبقى المواطن يدي للمواطن الاخر الدول اكثر احتياجا كرتونه يبقى عنده كرتونه يبقى عنده حاجه فيها النوعين، لا النهارده ممكن ياخد كوبون من الشركه القابضه ويروح يصرف اللي هو عاوزه حسب احتياجاته من اي مجمع استهلاكي. ده عظيم جدا. حضرتك قلت نقطه مهمه ان احنا مش موجودين في القاهره ولا موجودين في مراكز المحافظات، لا ده احنا منتشرين في كل مراكز المحافظات وفي القرى كمان، عندنا سلاسل متنقله وعربيات متنقله برضو فيها نفس السلع. تمام. طيب ده عظيم جدا. السلع اللي موجوده وعليها خصومات، هل هي نفس السلع اللي موجوده بره في المحلات بره؟ بقى قلنا حضرتك احنا عارفين احتياجات شهر رمضان قد ايه ومخزون ايه وايه اللي بتتطلب في انا فاهم رمضان. انا بقول لحضرتك نفس السلعه بنفس الوزن بنفس الجوده. هوضح يا فندم والله حضرتك. طب بقول لحضرتك نفس السلع دي احنا عملنا سلسله اجتماعات مع الوزير مع المنتجين قبل كده، عشان طبعا الخصومات توصل يا سيادتك من عند المنتج نفسه عشان توصل للسلاسل عشان توصل للمستهلك. سليم. واتفقنا على السلعه الاستراتيجيه بنفس المواصفات وبنفس الاوزان وبنفس الجوده هتكون معروضه في جميع انحاء المعارض. السوبر ماركت الكبير او السلاسل او المقلب هيبقى عامل جزء من هذا المكان اللي هو بعرف فيه اسمه معرض اهل رمضان.
في السلع الاستراتيجيه المتفقين عليها بنفس التخفيضات وبنفس المواصفات والجوده. في نفس الشيء برضه السلاسل المجمعات جمعيتي هيبقى فيها جزء مع معمول اهل رمضان في السلع الاستراتيجيه اللي اتفقنا عليها بالجوده والمواصفات والوزن، هتكون موجوده وفي رقابات تشديد الحملات على زي كده، بتكون هناك تخفيضات حقيقيه وبالامن تكون السلع برضه مراقبه من حيث الجوده، طرق العرض والتخزين، من حيث السعر، من حيث الوزن، كل ده معمول حساباته وموجود غرفه عمليات في الوزاره وغرفه عمليات في جميع الوزارات لمتابعه شهر رمضان زي ما عملنا في المعارض قبل كده ونجحت، وتم ارضاء العميل على 7 سنوات ماضيه. ان شاء الله السنه دي هيبقى احسن، وبرضه زي ما عملنا في الاوكيزيون هيكون احسن ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك مهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين، كل الشكر ليك.